النهارده ان شاء الله هناخد لحن جميل قوي، لحن سيموتي. لحن سيموتي هو من الحان سوتوكيه الحد. عارفين سوتوكيه الحد كام قطعه؟ 15. واحنا بنصلي قسمناها 3 اجزاء من 1 ل 6، صح كده؟ ده الجزء الاولاني، وبعد كده من الاول الانجيل لحد القطعه الثامنه اللي هي افموتي، ودي فيها لحنين اللي هي القطعه السابعه. لحن شير النمرين اللي اخدناه ده النص الاولاني في القطعه، والنص الثاني لحن سيموتي اللي هناخده النهارده. ومن اول القطعه العاشره لحد ال 15 بنكمل بنغمه ثانيه، وفيها لحن برضو توين هيكانوس في اولها، وفي الاخر خالص في لحن اوف امبارش. فسوتوكيت الحد فيها الحان كتير قوي، من اشهرها لحن سيموتي. كمان اللي بيميز لحن سيموتي وشير النمريه ان هو مش بيتقال في تسبيحه الحد بس، قال كل يوم في التسبيحه، لان احنا كل يوم في تسبيحه كل يوم بناخد جزء من سوتوكيت الحد اللي هو الجزء الثاني اللي هو من اول الانجيل لحد القطعه الثامنه، بيتقال كل يوم في التسبيحه بعد الهوس الاول. فدي معاك كل يوم، اي تسبيحه هتتعمل هنصلي فيها لحن سيموتي. طبعا ممكن تتقال لحن وممكن تتقال دمج، يعني على حسب الوقت. لحن اربع ارباع هناخد منه ربعين هما زي بعض. اسمع مني كده الحته اللي انا كتبتها دي، لحن هيعجبك قوي. سيموتي الحته دي هنسميها المقدمه، ماشي؟ نذاكر بقى، دي اسمها المقدمه، والمقدمه دي هتتقال بس في بدايه الربع الاولاني، مش هتيجي تاني. فالحته دي كلها مش هتيجي تاني، هي مره واحده وخلاص على كده. دي مقدمه الربع الاولاني. اسمع مني. س ونقلبهم مو، يلا دي معايا، ها؟ س مو تاني س. معنى كده ان الهزه الثانيه دي بتعلى والثانيه هنا بتوطي. عشان ايه؟ خلينا بالاحمر بقى عشان نبينها. سي مو تي، يلا معايا، ها؟ سي مو تي. تي الطويله دي زمانها اربعه، الاربع شهورات دول يعني بنعد اربعه واحنا بنقولها. مرة كمان، ها؟ سيموتي. مرة كمان، سيموتي. لا بص، سيموتي. ها، سيموتي. سي واحدة عالية ومو واحدة هادية، وتي طويلة زمانها أربعة. يلا معايا، ها؟ سيموتي. كمان، سيموتي. هما ثلاثة ولا أربعة؟ اسم ثلاثة. أمال إيه أربعة؟ أنا جبتها منين؟ يلا مرة كمان، ها؟ سيموتي. تاني، سيموتي. كمان، سيموتي. تمام دي؟ بعد كده إيه، يلا دي إيه، كمان إيه، وكأن واحد بيخبط على باب كده إيه، يلا معايا إيه. هنسميها الخبطة دي، ماشي؟ خبطة خبطة. يلا تاني، ها؟ إيه، كمان إيه، وفي الأخيرة دي تعملها كده إيه، يلا معايا إيه، كمان إيه، من الأول سيموتي إيه. أول واحدة بنعليها شوية فهنعمل لها راس أهي كده، صح كده؟ يلا تاني، سيموتي، ها؟ سيموتي.
وما تخافش اسمع مني. سيموتي يلا معايا. سيموتي دوس. ايه الاخبار؟ يلا كمان. سيموتي دوس. أربعة بقى والأخيرة بضم فيها. إيرو. يلا كمان. إيرو. إيرو. والأخيرة دي. إيرو. كمان. إيرو. اللي هي الرابعة دي. يلا تاني. إيرو. كمان. إيرو. طب اسمع مني هخبط وكمل. إيه الخبطة. إيه رو. نقدر نقول يلا معايا. ها. إيه رو. كمان. إيه رو. ظبطت. اسمع مني كده من الأول. سيموتي مخبط. إيه رو. يلا معايا. سيموتي خبط. إيه رو. الأخبار لسه ولا تمام؟ مية مية. أسمع منكم مرة. ها. سيموتي. أيوة. حتة دي واحد اثنين ثلاثة قسمتها لثلاث أجزاء هما شبه بعض وهيلخبطوك ماشي فركز فيهم بقى عشان نفرق بين الثلاثة. الأولانية ملاحظ إنها زي نفس البداية. اتنين فوق سكينة. فاكر السكينة؟ تيجي حاجات كتير قوي نفس الكلام نكتب عليها سكينة. يلا معايا. خلي بالك سكينة اتنين اهو. بعد كده واحدة طويلة زمانها اتنين. وانزل شوية. واخر واحدة واو اللي هي دي. اسمع كده كله. يلا جرب. ها. دي الاولى. يلا تاني. ها. كمان. اخر واحده. في حضنك كده بالراحه. يلا معايا. ها. ريح مره كمان. ها. قولوا كده. حلو قوي بس ما تقطعهاش قوي يعني. يلا تاني. ها. ايوه هي دي مره كمان. الثانيه بص قول لي ايه الفرق بينها وبين الاولى. ايوه دي زي دي السكينه زي السكينه ودي زي دي ودي زي دي زودنا واحده تقريبا شبه دي وعملنا في الاخر اللي هي المقب ده. اسمع كده. اسمع تاني. اهم حاجة عندي الهزة دي. الهزة دي اللي هي في الأول هتبقى عايزة توطى. هتبقى عايزة تتقال دي.
وكده لو عملناها زي دي هتبقى انت لسه في الاولى ما دخلتش على الثانيه. الاولى الثانيه هعمل لك راس في بدايتها. الاولى الثانيه تمام. يلا قول الثانيه كده. ها ايوه خلي بصه لفوق الثانيه دي اهي. يلا معايا الثانيه. ها مره كمان. الاولى والثانيه يلا. طب معلش اتعب واسمعهم مني مره. الاولى ملهاش دعوه بالثانيه، اقصد الختام، فما يختلطش عليك الامر وتقولهم زي بعض. سكينه. تستعجلش يلا معايا. ها الاخبار. يلا اسمع منكم مره. ها التالتة والشاطر اللي يلقطها على طول. اللي شبههم بقى في التالتة. ايوه اخر هزة دي اللي هي دي بس كده. هي دي والسكينة بقت سكينة واحدة بس. يلا معايا. اسمع مني بقى الثلاثة وركز قوي. سكينة. نعرف؟ طب اللي عارف يقول معايا. بعد الثانية بين الثانية والثالثة مفيش سكتة، لازم من دي تنط على دي على طول اهي. مفيش نفس. يلا نقول الثلاثة. ها الحلاوه دي، ايه الجمال ده؟ طب اسمع مني من الاول، تقولش معايا، اسمع وركز. سيموتي ايه ارو الأخبار. ماشي. سيموتي
مطبق. ايه اقولها تاني بسرعه. بص سي مو عكس بعض. سي مو سي مو. وتي زمانها ثلاثة. تي وبخبط. ايه كمان دي. ايه كمان دي. ايه ارو بس على بعضها. سي مو تي خبط. ايه ارو الاولى. تانية. اسمع منكم مرة أخيرة من غير ما نقول. يلا تفضل. خبط. الأولى. تانية. كده واحد جنبه حد بيسأله على حاجة، فبص عمله ازاي. يلا دي معايا. مرة كمان. سهلة دي صح. يلا كلنا. كل سؤال ليه جواب. الجواب بيبقى اهدى دايما. السؤال عالي والجواب واطي. بص السؤال فاكرينه كان عامل ازاي؟ اللي هو ده سؤال اهو. سؤال ونعمل لك علامة استفهام اهي. نهايته عالية. تاني. الجواب ضعيف. اسمع مني ركز يا نادر. كان عامله ازاي. وانزل. يلا معايا. خلي بالك من الاو دي. سيب السؤال فوق. عامله ازاي. يلا. تاني. طب اربطها معايا باللي قبلها. هنقول الثالثة. ظبطت ولا لسه؟ بعد كده واحد بيقول لحد تعالى، فبيقول له ازاي؟ كأنك بتسحب حد كده. يلا معايا. ها؟ مرة كمان. ودي هنسميها تعالى. دي تعالى. يلا دي معايا. ها؟ الاولى لتحت. الاولى. ايوه تمام. نعملها راس. ماشي سهل. يلا معايا. ها. مره كمان. تعالى دي اللي بعدها ايه؟ دايما تعالى بيجي بعدها لا صح. فهنقول لا. ايوه لا مش جاي. تعالى لا مش جاي. فلا مش جاي دي خدناها في لحن قبل كده. مين يتوقعها؟ نادر حافظه. ممكن. هتصدق فعلا جرى على جورج في طيشور الحزيني. جورج جابها صح.
ليك هديك 50 طاي فكرت. يلا معايا. يبقى ليه تعالى؟ لا مش جاي. يلا معايا. خليها عشان تمشي مع تعالى. ايه دي؟ ماشي. لا يا عم بديع مش دي. راح جاي. خد وتعالى. يلا تاني. يلا يا عم جورج هايت بدل الخمسين طايب. ظبطت؟ يلا تاني. طب مين فاكر السؤال؟ اخبار الدنيا ماشيه كويس؟ طيب تعالوا نقول من الاول خالص. يلا بسرعه كده. سيموتي. يلا. تمام؟ أكمل؟ نقول مرة أخيرة؟ نقول مرة أخيرة. يلا تفضل. سيموتي. اكسر. خلي بالك من الهزه الثالثه. في واحده صغيره. ده انا خبطت دي. يلا دي معايا. ها. كمان. حلو. نكتب فيها زمن ولا حاجه؟ زمانها دي اتنين. وخلي بالك من دي. اسحبها لتحت. يلا معايا تاني. يلا ورا كمان. بس اللي بعدها. يلا دي معايا. مرة كمان. مرة تاني. اسمع الكلام اللي قبلها. ملاحظ حاجة؟ إن الهزة دي شبه دي. صح ولا إيه؟ اسمع كده. صح؟ يلا معايا. ممكن أعملها بشكل تاني، معلش هغير فيها حاجة بس. ودي كمان. كده أحسن. صح كده عظيم؟ يلا معايا. دي كمان. مرة تاني. كمان. أيوة الله ينور عليك. فاكر التالتة دي؟ هناخد دول ونحطهم هنا. اهي. وكأنك شلت واحدة من دول وقلت واحدة بس. واخد بالك؟
التالتة دي عملناها ازاي؟ هنا بس الأخيرة ايه؟ طب هنا عالية شوية. اسمع الحتة دي كده كلها على بعضها. نجرب؟ يلا جرب معايا. ها. ودي على بعضها كده ختام المقدمة. احنا قلنا الحتة دي كلها مقدمة النص الأولاني في الربع الأولاني. كده احلى. اي خدمة. شكرين يا عم. يلا اتفضل. الاخبار ظبطت بجد؟ طيب احنا اتفقنا ان ده كده عبارة عن ايه؟ مقدمة النص الاولاني في الربع الاولاني. اسمع مني بقى المقدمة دي كلها على بعضها. سيموتي ايرو. ثلاث اجزاء. ده لسه المقدمة. احنا لسه في البسملة. لسه اللي جاي اكمل يعني واحلى. نقول مرة كمان قبل ما نكمل. اتفضل. سيموتي حاجة؟ ده؟ قبل ما تقول دي قشر شوية للهزة دي هتيجي معاك. بصوا كده هنا هقشر. بصوا قشر. هي دي.
كسر لها كده هتيجي معاك ماشي. يلا نكسر ونشوف من اول. تعالى لا مش جاي يا راجل. ماشي يا عم اتفضل. كسر يا ابني. اسمع منكم مره. قولوا من اول السؤال كده. تعالى مش قوي تاني من عند السؤال كلنا. ها ركز يا هذا رمز اصحى. خلصنا المقدمة. اللي مكتوب قدامنا على السبورة ده النص الأولاني في الربع الأولاني كامل. في جزء مش هيتكرر اللي هو اللي خدناه المقدمة. ركز معايا. الجزء ده ثابت معاك في الأربع تنصاص الحتة دي. يعني هنحفظ ده. هتاخد دايما الجزء الأولاني كل ربع مثلا الحتة دي ولا الجزء التاني؟ أقول لك إحنا اللحن ربعين. أشرحه كده بسرعة. اللحن ربعين. كل ربع مقسوم نصين. النص الثاني في الربع الاولاني زي النص الثاني في الربع الثاني مفيش مشكله خالص. النص الاولاني في الربع الاولاني هو النص الاولاني في الربع الثاني عدا المقدمه. يعني بدل المقدمه دي في النص الاولاني في الربع الثاني هنقول حاجه ثانيه غير المقدمه دي. وده ثابت. الحته دي ثابته في الاربع تنصاص عدا بس الجزء الاخير. الموضوع سهل قوي سهل جدا. اسمع مني الحتة دي وشوف حلاوتها عاملة ازاي. ذي كام بقى من بعضي. اسمع مني. ذي كاو. اسمعها تاني. زي لوحدها وبعد كده ثلاثة زي السلم. يلا. ها. زي مرة كمان دي. ها. زي أول واحدة في الثلاثة أعلى من زي. بص زي فين. زي يلا معايا. ها. زي واضحة كده؟ مرة كمان. ها. زين. هنعمل راس هنا. عشان تعرف ان دي اعلى. نعمل السهم ده بتاع السلم. يلا معايا. ها. زين. بص اللي جاي. كا. يلا دي. كا. كمان. كا. زي حاجة فوق. كا. تاني. اسمع كده الاثنين. زي كا. يلا معايا. زي كا. قول عشان سرحان. يلا مع بعض. ها. زي كا. دي تمام؟ في اي مشاكل؟ خليك فاكرها عشان هنركب عليها حاجات كتير قوي هتيجي كمان شويه.
يلا تاني. ها بص اللي جايه بحلاوتها. يلا دي كمان. خد ودي مع الهزه. ما ضحكنيش يا ابني. يلا معايا. كمان. اسمع كده الاثنين. زين ك كده ان هي على بعضها يعني. يلا تاني. ها ذي ك او اكبرها. ايوه دي صح كده. هو السلم بيطلعنا وبننزل. يلا معايا. كده تمام. مرة تاني. بص بقى اللي جاي. يلا دي معايا. اغير بس فيها حاجة دي ارفعها فوق. دي خلي بالك الكسرة دي هزة. يلا معايا. ها كمان. ولا اشيلها واعملها هزه عاديه؟ اعملها هزه عاديه. يلا معايا. كمان. تاني. اللي قبلها اسمع مني. هي هتمشي مع اللي قبلها. يلا معايا. دي زمانها اتنين وبتعلى. يلا معايا. كمان. العكاز اهو. خلي بالك من الهزه الثانيه دي انها عاليه. تاني. ودي كده على بعضها. الاخضر ده بيتحط تحت الاجزاء اللي على بعضها. اسمع مني كده من قبلها. يلا معايا. ها ارجع كده شويه. الدنيا ماشيه كويس. قول تاني. زي. ها لا بص طبعا. ذي يلا معايا. ذي ك ا
الاخبار؟ الدنيا ماشيه. بص اخر حته. سهله دي. هو سلم اتنينات ده، واخد بالك؟ ادي اتنين اتنين واتنين، دول سلم نازل عادي خالص مفيش اي مشكله، بس هي الصعوبه بتاعته انك تطلع له. تطلع له ازاي؟ يلا معايا. ها ليه؟ نفس البدايه. يلا دي. الله ينور عظيم. ها يلا معايا. ها عايز تقول حاجه يا باشمهندس؟ عايز تقول حاجه؟ طيب نقول تاني. ها دي كمان. ها اوس تاني اوس، والاوس دي زمانها اتنين وعاليه ماشي. اوس. يلا معايا. ها ركب عليه، لازم نحفظه كويس. اسمع مني السطر كله. ذي ك او ا ما 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 ا ما 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 ا ما 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 ا ما 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 ما. اسمع تاني. ذي يلا معايا. ها ذي ك او. ايوه سمعني. ماشي كويس؟ طب نقول تاني من غير ما انا اقول. ذي. ها تتعاد صح؟ اهي. ده ختام يتقال ازاي؟ جرب كده. بس بسيط قوي مش محتاج. كبرت الموضوع. بس ايه رايك في الحته دي؟ سهله قوي، قربنا نخلص على فكره. ده سهل اللي جاي، سهله قوي. يبقى دي واحده في مكانها، واحده في مكانها والسلم، ونفس الواحده اللي في مكانها والسلم. سهله دي صح؟ يلا معايا. ماشيه زي السكينه في الحلاوه. مره كمان. جرب
كده تقول معايا هعمل راس صغيره هنا عشان تعرف ان دي اعلى من اللي قبلها. ماشي، تاني قول تاني الحته دي. أربعة. والحتة دي دي هنسميها وصلة النص. خلي بالك من الحتة دي هنسميها ايه؟ وصلة النص. خلي بالك عشان في وصلة تانية هتيجي كمان شوية مختلفة. دي وصلة النص هزتين وهز زمانها طويل شوية. يلا معايا وصلة النص دي. انا سميتها وصلة النص عشان جايه في نص الربع، في نص النص يعني جايه في النص. يلا معايا كمان. خليك فاكر شكلها مره كمان. أول السطر الأخبار ماشية. يلا كده من أول السطر. بس خايفين بيبان على طول. اسمع مني تاني. ختام اللي جاي. ممكن نعمل كده عشان بس تدوس على بدايتها. يلا معايا الاول الصف. الهزتين دول كل هزة فيهم لها خيال. بص يلا معايا مرة كمان وهطبطب. ثي وثي زمانها أربعة. الطبطبة دي سهلة قوي خدناها كتير اللي هي دي. كمان ثين ثين ودي طب 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 طب. بس خلي بالك عالية بصة لفوق ما تقولش مش كده. بص ثين هترفعك. ها يلا معايا. ها فوق في كلها فوق. ده عايزه سهمين ثلاثة. خد شوية يعني اعملها بإيه؟ الأخضر. في يلا معايا. ها في وتسيبها فوق. يلا كمان. في and
الألف ده زمنه اتنين. سي إف أو. ظبطت؟ تاني طبطب معايا وكمل. سي إف أو. تاني طبطب. طب اسمع مني من اول وصلة النص. وصلة النص. سي اف او. راكبة على بعضها صح؟ طب يلا نقول. يلا وصلة النص. نرجع شوية. اسمع مني كده من أول السطر. طب طب. سي إف أو. إيه الأخبار؟ الدنيا حلوة ماشية معاك ولا إيه؟ ماشي. الواد رمزي شكله إيه؟ أنت نمت؟ ايه ده رمزي اهو. ماشي يلا نقول من اول السطر. طب طب. سي اف او. بس طيب نرجع شويه اول زي كيوس مرة واحدة وهنكمل. دي الجزئين اللي جايين. اول جزء والثاني ملاحظ ايه؟ هم بس تاني بيعلي عليهم بالظبط. هم اللي انا كتبتهم دول. ده الاول شايفين يا رجاله، وده الثاني زي بعض بالظبط، بس اول الهزتين هنا في المره الثانيه عالي شويه. هقول لك بقى الاولانيه. يلا دي معايا. اسمع كويس. من اول اتنين دول. وانزل باتنين. واختم بتلاته. يلا دي معايا. اللي هي دي. يلا معايا. كمان. ركز. اللي جايين بقى صغيرين. اول اتنين عاليين وطوال اهو. صغيرين كده زي رمز صغيرين اتنين دول. اهي يلا معايا. كمان. ا
قول حلو. ماشي، نعمل هنا بس شوية حاجات، نعمل سهمين في الأولانية، يعني سهم كده في النص، ودي الأولانية أطول شوية، ونعمل سهم لتحت، بس كده صح؟ يلا معايا، ها؟ التانية زيها بالظبط، بس بص أول اتنين، أول هزة بس مش أول اتنين، ونكمل عادي. بص الأولانية، وعلى شوية بس كده، هي بس الحتة صغيرة في مزنوقة، وأعلى الزمن ده زمانها اتنين، دي زمانها اتنين، ودي زمانها اتنين، ودي زمانها اتنين، ودي زمانها اتنين، صح كده؟ يبقى دي اعلى، هي دي، ماشي؟ يلا معايا، ها؟ اعلى، تاني الحتتين دول، يلا معايا، ها؟ ايه الفرق بين الاولى والثانيه؟ هما زي بعض، اول هزه بس الاولى، الثانيه عارف هتعرفها ازاي؟ من اللي قبلها، جرب كده تقول من قبلها بشويه، نقول مثلا من اول ايه طبطب، يلا معايا كلكم، تاني او سي، او سي اف او ا اعلى وسمعني، يا راضي معايا، ثلاثة أربعة، اللي جاي عالية، ها؟ مرة كمان، عالية قوي. بص عملنا ايه؟ دي شبه دي بس التانية بتبقى اعلى شوية، صح كده؟ ثلاثة، يلا معايا، ها؟ ثلاثة ولا أربعة؟ طب ماشي، بس في أربعة، أنا كنت كاتبها أربعة، نعد تاني، ها؟ أربعة يا نادر، خليتني كتبتها ثلاثة ليه؟ هو نادر السبب، يلا معايا، كلمة مارية دي هنسميها راس اللحن، راس اللحن، رأس اللحن،
رأس اللحن دي اللي هي دي أعلى حاجة في اللحن، عمالين نطلع عشان نوصل لكلمة مارية دي. في العلو. لا لا ايوه بالظبط، رأس أعلى أعلى حاجة في اللحن كلمة مارية. مارية مارية، يلا معايا مارية. خلي بالك ان من اول زي كي اوس ده كله بيخدم على الكلمة دي في النغمة، كل اللي فات ده عشان يخدم على دي. يعني بص اللي قبلها عامل ازاي، عالي شوية وعلي أكتر عشان يدينا دي ماريا. يلا ماريا لوحدها، ها كمان. أجنتي ما مادي زي ايه؟ مين يطلعها من هنا؟ الختام ده صح كده، هنكتب لك عليه ختام. نادر مذاكر النهاردة. أجنتي ما مريا، احنا كنا اللي قبلها كله عمالين نطلع عشان مريا، طب بعد مريا هنعمل ايه؟ هننزل. بص مريا أجنزلتي اختم ما، ماشي؟ يبقى هننزل ونختم بما، ما ولا ما اي حاجه، هي ما مثلا ما، لا مش هتفرق. طيب نقول من اول السطر ده، الدنيا ماشية؟ طيب نعم؟ تسمع مني من أول إيه؟ ماشي، اسمع مني الجزء ده ماشي، اسمع مني من أول دي كيروس ماشي، خلينا بس ناخد دي وبعدين هنرجع للي فوق، ناخد دي على بعضها عشان دي حتة على بعضها. دي خلاص مش هناخد جديد تاني، هنقفل. زي مارين
يعني شوية. ويا زمانها اتنين. طيب تعالوا نجرب كده نقول زي كاوس مع بعض، بعدين هقول مرة من الأول. اتفضل. زين اسمع مني كده بقى من الاول، جربه من الاول. حاضر. لحن سيموت الحصه الاولى. سيموتي مع بعض. اتفضلوا. زين كان
أرجوكم نسمعها كتير قوي من هنا للأسبوع اللي جاي، عشان الأسبوع اللي جاي هنركب، يعني الجزء ده هنركب عليه والجزء ده هنغير فيه حاجات، فدي مهمة جدا. الله يخليكم نسمعها كتير، تعيشوا لكل مرة. نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله.